بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الاتحاد المصري لكرة القدم خد قرار بإنهاء التعاقد مع كيروش، وهم قالوا كده في البيان إنه بالتراضي، يعني هو خلاص قال متشكرين، وإحنا كمان في مصر في الاتحاد المصري لكرة القدم قلنا لكيروش متشكرين. والنهاردة بندور على مدرب وطني ولا أجنبي، وقدامنا 10-12 يوم على قرعة بطولة أمم أفريقيا السنة الجاية اللي هتكون في كوت ديفوار. يعني متخيل الوقت اللي احنا بنتكلم عليه؟ مدرب كان عندك ما صعدناش لكأس العالم، ما خدناش بطولة أمم أفريقيا، وما كناش متوقعين أصلا رايحين النهائي، وفي الآخر متشكرين سلام عليكم مع السلامة. طب هو إيه اللي حصل؟ هل النهاردة هندور على مدرب جديد؟ أيوة، هنشوف وندور مدرب جديد يدرب منتخبنا. كلام كتير جدا في السوق، هل الأفضلية النهاردة للمدرب الوطني ولا هنروح تاني لمدرب أجنبي ونقعد نجرب مرة أخرى؟ طب البدائل اللي قدامنا والمتاحة أمام الاتحاد المصري لكرة القدم، عندنا مدربين وطنيين محترمين وفي مدربين أجانب مستوياتهم متميزة جدا. إيه الاتجاه النهاردة بالنسبة للاتحاد المصري؟ إيه القرار اللي ممكن رايحين خلال الكام يوم اللي جايين، لأنه لازم يتاخد قرار وإحنا داخلين على بطولة على تصفيات أمم إفريقيا أقل من سنة بنتكلم عليها، هل هذه الإجراءات النهاردة سريعة ولا لأ، ولا هم في دماغهم مدرب وطني أو أجنبي؟ معرفش، محدش عارف الموضوع. كلام النهاردة يعني كتير، بدأ اسم الكابتن المعلم حسن شحاتة، ويا له من بجد حسن شحاتة، وأنا بتكلم عليه باعتبار هو أهم وأفضل مدرب كان لمنتخبنا الوطني. أفضل كورة لعبناها أيام حسن شحاتة، كان معاها أفضل لعيبة مع حسن شحاتة، خدنا 3 بطولات كانت بالنسبة لنا أفريقيا يعني مسألة، يعني رايحين ناخد البطولة مش رايحين نلعب وتمثيل مشرف، لا احنا رايحين ناخد البطولة، وناخد البطولة على أرضنا في 6، ونروح 2008 نجيبها من بره، و2010 كمان بره، أفضل 3 بطولات لعبناهم في بطولة أمم أفريقيا أيام المعلم حسن شحاتة وجهازه الفني المحترم والنجوم كلهم المحترمين منتخب مصر. أحلى بالمناسبة، ما لعبناش كورة من ساعة 2010، وأنا بقول لكم على بلاطة، يعني لو عايز تتكلم على منتخب ما لعبناش كرة قدم منذ 2010 من أيام حسن شحاتة. فاكرين ماتش البرازيل؟ مكان حسن شحاتة. فاكرين ماتش إيطاليا غلبناهم؟ مكان حسن شحاتة. فاكرين كل المنتخبات الإفريقية؟ مكان حسن شحاتة. هو إيه اللي ماشي حسن شحاتة أصلا؟ لما حصل 11 قال لك لا حسن شحاتة إزاي، كأنه حسن شحاتة هو المعني بأي شيء كان بيحصل في مصر. ده الراجل اللي كان بيفرحنا، الراجل اللي كان بيفرحنا وبيسعدنا، ولكن في إطار إن كل حاجة ما تبقاش موجودة. وعملنا ايه؟ زي ما خربنا كل حاجة، ما هو بالمناسبة كل حاجة خربت بما فيها كرة القدم. مش قادرين نعمل منتخب يرجعنا لأمجاد 2010 6 و8 و10، مش عارفين لحد النهاردة، برغم عندنا أحسن لاعب في العالم وعندنا ولكن زي ما بقول كده ما عندناش الكرة الحلوة. ما عندكش كرة إن أنت يا سلام إيه الأهاء، ما عندناش الواحد 2-4. ده انا فاكر محمد شوقي، هدف شوقي في البرازيل، يا نهار ابيض على شوقي، الكرة من نص الملعب 7-8-10 نقلات وشوقي جون، اللي هو تقريبا سيزر تقريبا كان حارس البرازيل، يا نهار ابيض في الزاويه اليمين، ايه صاروخ ارض جو او ارض ارض، هي ارض ارض. زيدان، يا سلام على زيدان، 1-2-4 وزيدان، ايه ده بدل الجون 2، فين الكرة الحلوة دي؟ ليه؟ ما بقتش. وتاني بقول كيروش النهاردة خلاص، لأنه خلاص الناس كلها قالت لك ما طلعناش كأس العالم، ما وصلناش كأس العالم، مع السلامة مش نافع. في آراء أخرى كانت لا، إنه يستمر كيروش لأن أنت ما عندكش وقت كمان تدور على على جهاز جديد وعلى ناس جداد وعلى وعلى. كلام كمان كابتن حسام حسن. حسام حسن قوي جدا، ولكن في بعض الناس شايفة إنه في ناس شايفه وليه لا ما يكونش حسام حسن، ناس تعمل كلام على ايهاب جلال، ليه لا ما يكونش ايهاب جلال. كلام كتير ماشي في السوق النهارده بعد
قرار كيروش. ولكن هل النهاردة كيروش لما اتاخد هذا القرار، طيب خلينا نروح للدكتور إيهاب الكومي. أولا مساء الخير وكل سنة وحضرتك طيب. مساء الخير يا أحمد بيه، كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم على حضرتك وعلى جميع المسلمين يا رب. خلاص كيروش كده باي باي. يعني خلينا نقول له شكرا جزيلا. الراجل يعني حتى النهاردة لما تم فسخ التعاقد بالتراضي خرجنا بصورة طيبة جدا، نحمل الود والمحبة الاثنين. الراجل يعني في رسالة قوية جدا قال أنا الشعب المصري اللي هو عندي كامل التقدير والاحترام وحيظل ذكرياته في يعني في ذهن عالقة، وقال كمان أنا تحت أمر مصر في أي مشورة في أي وقت من الأوقات تحت أمرهم، لأن أنا بحمل ذكريات كبيرة جدا لمصر. وبصراحة كلام كان محترم جدا من كروش مع الأستاذ جمال علام أثناء ما كانوا بينهوا التعاقد مع بعض. طيب كيروش النهاردة، هل الاجتماع النهاردة كان في إجماع على رحيل كيروش ولا كان في يعني زي ما بقول كده مناقشات ويعني يعني أخذ وعطى؟ وهل كان في تصويت ولا لا، ولا بالتراضي كمان أنتوا كاتحاد؟ لا هو كان بالتراضي تماما. هو حصل يعني اجتماع من خلال تقنية الزوم ما بين الأستاذ جمال علام وما بين مستر كارلوس كروش اللي هو موجود في البرتغال حاليا، واتفق الطرفين على انهاء التعاقد بالتراضي. دخل الأستاذ جمال علام للاجتماع اللي كان الساعة واحدة، كان في الساعة واحدة وربع، قال يا جماعة انا كان بيني وبين مستر كارلوس منذ قليل اجتماع من خلال تقنية الزوم واحنا ما وصلناش لاتفاق، وبالتالي تم حل التعاقد ما بيننا وما بين مستر كارلوس بالتراضي. ونقل تحية مستر كارلوس للمجلس والمصر كلها، وزي ما قلت لحضرتك قال أي وقت بتطلبوا مني المشورة، بتطلبوا مني أي خبرة من خبراتي لمصر في أي مجال من مجالات كرة القدم أنا تحت أمركم. وبالتالي قلنا شكرا مستر كارلوس كروش، وطلعنا بيان مشترك تم إرساله أيضا إلى مستر كارلوس كروش احتراما لإنهاء التعاقد بالتراضي. وبالتالي خلاص يعني أصبحت صفحة من صفحات الكرة في مصر، وطويت هذه الصفحة وبدأنا نبحث في الصفحة الجديدة. إيه هي بقى الصفحة الجديدة، وطني ولا أجنبي؟ هنقعد يوم الثلاث إن شاء الله هيبقى التصويت على الترابيزة. إذا قال مدرب وطني هيبقى وطني، إذا قال أجنبي هيبقى أجنبي. يعني أنا لما تسألني الوقت أقول لك لا، المدرب الوطني إحنا في مرحلة صغيرة جدا عندنا طبعا مباريات تصفيات، وبالتالي المدرب المصري هيبقى عنده خبره باللاعب المصري، مش لسه هيجي يكون عنه صوره ويكون عنه مين اللي بيلعب مين اللي ما بيلعبش، لا هو على درايه بكل شيء. فالثلاث ان شاء الله برضو مش عاوزين نسبق الاحداث، هنعمل تصويت. التصويت صب في صالح المدرب المصري هيبقى مدرب مصري، صب في صالح المدرب الاجنبي هيبقى مدرب اجنبي. لكن دكتور ايهاب الكومي تصويته مع المدرب المصري. أنا مع المدرب المصري إن شاء الله يا أحمد. إن شاء الله. هل في اسم في دماغ حضرتك أو اسمين أو ثلاثة؟ خليني أقول لحضرتك برضو يعني أما أجي أتكلم عن المعلم كابتن حسن شحاتة، ده أصبح رمز من رموز الكرة المصرية، إحنا نحافظ عليه ويعني ناخد خبراته واستشاراته في أمور كتيرة جدا داخل الاتحاد، لأنه طبعا زي ما بقول لحضرتك رمز من الرموز الكبيرة. لكن الأسماء هتنحصر بكل تأكيد، كابتن إيهاب جلال، كابتن حسام حسن، يليهم كابتن احمد سامي، ده برضو من الاسماء المطروحه. لكن انا شايف هتبقى الكفه ما بين كابتن ايهاب جلال وكابتن حسام حسن لو كان المدرب وطني ان شاء الله باذن الله. هل الكابتن حسن مكان فنجاده؟ لا يعني لغايه دلوقتي مصير مستر فنجاده هيحسم تماما يوم الثلاث برضو، يعني لغايه دلوقتي هنقعد يوم الثلاث ونشوف برضو من رؤية الفنيه كابتن حازم امام والكابتن بركات، واذا كان قالوا باستمرار مستر فنجاده او برحيل مستر فنجاده برضو ده مش عاوز اسبق الاحداث، ده هيكون يوم الثلاث. لكن زي ما بقول لحضرتك كابتن حسن شحاته انا يعني ده رمز من الرموز اللي احنا لازم نستفيد بيه في مجال كره القدم بكل تاكيد، ونقل خبراته للاتحاد وكلنا طبعا ولاده وتلامذته، وان شاء الله باذن الله يبقى له دور كبير خلال المرحله القادمه. طيب باذن فدلوقتي الله. الكلام يا كابتن ايهاب جلال يا كابتن حسام حسن، واحد من الاثنين تقريبا. لو كان التصويت للمدرب الوطني، لو كان للوطني تقريبا. مدربين اجانب دلوقتي الكويسين كلهم دلوقتي مع المنتخبات في كاس العالم. في كلام على فايلر، هل في كلام على ريني فايلر؟ فايلر طبعا هو موجود مع المنتخب الياباني، واعتقد ان هو دايم الاتصال بالاستاذ خالد الرندالي وكابتن حازم امام على صله وثيقه بيهم. حتى كابتن حازم يعني في مره من المرات قال انا كنت بكلمه في فتره من الفترات لو يجي مصر، فقال انا مرتبط باليابان، واعتقد ان ده هيبقى مستبعد انه عنده ارتباط في اليابان وهو ملتزم بيه تماما. طيب
عن ماذا عن الملف بتاعنا الخاص بمباراة السنغال؟ وصلنا فين؟ ضاغطين بكل قوة، منتظرين إن شاء الله قرار لجنة الانضباط يوم 21 بإذن الله. ملف مصر ملف قوي للغاية، أجهزة الدولة بالكامل بكل أجهزتها ضغطة في هذا الملف. لجنة الانضباط دلوقتي بتستمع لكل الأطراف، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله يكون القرار في صالح مصر والمنتخب المصري. وإذا لم يكن ذلك هنلجأ للمحكمة الرياضية الدولية، لأن طبعا الحق في صالح المنتخب المصري. أعيدت قبل كده مباراة للسنغال أمام جنوب أفريقيا، أعيدت مباراة لزيمبابوي أمام المنتخب المصري، وبالتالي كانت حالات أخف ضراوة من الحالات اللي احنا شفناها أمام منتخب السنغال. فاحنا منتظرين قرار لجنة الانضباط، متابعين كل دقيقة وكل يوم من خلال المستشارين القانونيين للاتحاد ومن خلال الأستاذ جمال علام اللي بيواصل اتصالاته سواء كان بالاتحاد الإفريقي أو بالاتحاد الدولي عشان نشوف المستجدات في الملف ان شاء الله. هل طلبتوا تفريغ الكاميرات في الماتش في السنغال في دكار في الاستاد الملعب حوالين الملعب والطرق وكده؟ حصل ده، حصل. وطلبنا كمان الفار كمان للاستماع الى مدار بين حكام الفار الالمانيين وبين غربال فيما يخص اللعبه الخاصه بحاله الطرد اللي كانت طبعا تدخل عنيف جدا. فاحنا طلبنا ضد عمر جابر على عمر جابر، فاحنا طلبنا الاستماع برضو زي ما الجزائر طلبت ايضا تفريغ اشرطه الفار بالنسبه لحكم لقاء بكاري جسامه. فاحنا كل شيء طلبناه سواء كان كاميرات المحيطه في الاستاد اثناء المباراه وقبل المباراه وبعد المباراه، وايضا مدار داخل غرفه الفار بين الحكمين الالمانيين وبين يا دكتور ايهاب. مين اللي هيقول لكم انه التفريغ ده والحاجات دي انها مضبوطه، ان هي اللي حصلت هي اللي موجوده ما حصلش عبث فيها؟ مين اللي هيقول ومين اللي هيعمل ده ومين اللي هيفرغ ومين اللي هياخد الكلام ده؟ يعني طبعا الحاجه دي بتبقى مسجله زي ما حضرتك عارف بالتقنيات الهندسيه. نعم. ما ينفعش يتعبث فيها ابدا، انها بتبقى بدقائق ينفعش يشيلها يحط فيها. واحنا زي ما بقول لحضرتك عندنا ملف كامل الناس بتتابعه يوميا سواء كانت اللجنه القانونيه، وايضا لو استدعت اللي احنا بيكون عندنا جانب فني هيكون موجود. استاذ جمال النهارده اكد في الاجتماع ان الملف ده بنوليه اهتمام كبير جدا ومستعدين ان احنا نبعد بيه او نصل بيه لابعد درجه، وان احنا الاستعانه باي خبراء في اي مجال هيفيدنا في هذه القضيه احنا مستعدين له تماما يا فندم. طيب هل كيروش هو اللي طلب انه يمشي وهو اللي رفض تجديد؟ انه في كلام بيقال وانا عايز حضرتك تحسب لنا هذا الجدل، ان كيروش قال لا انا مش هجدد، كان هو عايز تقريبا لحد 2026، واحنا كاتحاد كنا عايزين لحد امم افريقيا السنه اللي جايه. ايه الحقيقه هنا، ده ولا ده ولا ده ما حصلش اصلا؟ صدقني ده ما حصلش اطلاقا. يعني في اجتهادات كتيره جدا طلع اليومين اللي فاتوا اللي قالوا الراجل طلب تغيير شكل الدوري و170 الف دولار عدد المعترفين وي وي وفي انجدسه، والراجل ما كانش يتكلم في هذه الامور. انا عاوز اثني على الراجل ده في حاجه كمان يا احمد بيه، ان الراجل عشان تعرف حضرتك عقده ممتد لغايه 31/12، ولو انت حبيت تمشيه دلوقتي دون رغبته انت لازم تدفع له شرط جزائي حتى في عدم صعوده لكاس العالم مره ونص من قيمه المتبقي من العدد، يعني 13 شهر. 13 شهر يعني فيما يقدر مثلا قول 18 مليون جنيه مصري على الاقل. لكن الراجل لازم يحسب له. الراجل قال انا علاقتي بيك وعلاقه طيبه جدا، علاقتي بالشعب المصري خلال الفتره اللي قضيتها يعني تنازل عن الشرط الجزائي كمان، تنازل عن الشرط الجزائي برضا تام، وده يحسب له ولازم نشكره عليه كل تاكيد. يعني طب احنا مش العقد بتاعه كان نهايه انه لو ما صعدناش كاس العالم خلاص ده العقد ولا كان حاجه؟ نعم لا يا فندم. نهايته 31/12 لو صعد لكاس العالم وحبيت تمشيه تدفع له ثلاث اضعاف المتبقي من عقده لغايه شهر 12. يعني 9/3 ب27 شهر. واذا انت مشيته في حاله عدم صعوده لكاس العالم تدفع له مره ونص من قيمه المتبقي لغايه شهر 12، يعني 13 شهر. لكن الراجل تنازل وقال انا مفيش شرط جزائي بيني وبينكم، عادي خالص، احنا في حاله من الحب والتراضي وهتظل العلاقه حماميه بينه وبينكم. 18 ما يعادل 18 مليون جنيه تنازل عنهم يعني في الحدود تقريبا. يا فندم تمام. دكتور ايهاب الكوم بشكرك شكرا جزيلا. اذا الحديث الان دكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اتحاد مصر لكره القدم، على لو التصويت يوم الثلاث بعد بكره على مدرب وطني فهيكون واحد من اثنين، يا ايهاب جلال يا حسام حسن. يا حسام حسن يا ايهاب جلال، واحد من الاثنين ده لو التصويت مدرب وطني.
وتقديري انه ما فيش وقت المدرب الاجنبي، يبقى التصويت ان شاء الله يكون رايح لمدرب وطني. يلا يلا يعني تاني الاثنين، وزي ما بنقول كده نشوف حسام حسن ونشوف ايهاب جلال. احنا هنروح فين؟ لسه كنا بنتكلم قبل الدكتور ايهاب على الاسماء المطروحه، كنا اتكلمنا على ايهاب جلال واتكلمنا على حسام حسن مع اسماء تانيه، ولكن يبدو انه الاتجاه مجلس اداره الاتحاد المصري زي ما بقول كده. كمان الوقت بصراحه احنا عندنا بطوله امم افريقيا اللي جايه، فهي دي لازم نقعد نشتغل عليها بشكل واضح. فهل انت محتاج حد يعني زي ما بقول كده يعني 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 يبقى واقف على الخط كده اكنه بيلعب حسام زي كده وايهاب جلال كده، بس كل واحد له طريقه. ايهاب جلال الهدوء ولكن التخطيط والتدريب، حسام حسن اللي هو حسام مدرب زيه اللاعب اللي هو بيجري على الخط التسعين دقيقه وكل كوره بتضيع حسام حسن بيقعد يشد في شعره، اصلا ما عندوش شعر ما عندوش شعر، ولكن تلاقي حسام حسن بيقاتل على كل كورة. إيهاب جلال عنده توجه آخر، وإيهاب هادي جدا ولكن مدرب كمان مستواه متقدم وعالي جدا. فأي مدرب، إحنا في الآخر بنتكلم على إيه؟ عايزين نشوف كورة، عايزين نشوف منتخب، عايزين نشوف كورة حلوة لبلدنا، ويا لها إن شاء الله لو ربنا كرمنا كمان زي ما بيقول الدكتور إيهاب والاتحاد الدولي وشاف الفيديوهات وشاف التفريغ الكاميرات وشاف اللي حصل للمنتخب المصري واللي حصل لمحمد صلاح واللي حصل لنجومنا والجهاز الفني ولمجلس اداره الاتحاد وللعيبه والعنصريه اللي حصلت والشتايم والطوب اللي على الاتوبيس وضرب الاتوبيس واللعيبه واهانات وضرب اللعيبه وحتفهم بالطوب وبالازاز والكلام ده والليزر اللي تم استخدامه وكل هذه الامور خارج كره القدم. اذا هناك انصاف، اذا بنقول اذا، مش عايزين نحط امال ايه يعني عاليه، ولكن على الاقل لو حتى زي ما بقول كده حتى 10 15 30% انه ولو، يبقى ربنا يكرمنا وربنا يكرمنا، لانه في سوابق قبل كده حصلت. يعني الموضوع مش هيتعمل عشان مصر ولا لا، احنا كمان ما طلبناش بحاجه مش حقنا، طلبنا بحقنا كاملا. وهناك كل الدوله ومؤسسات الدوله بالكامل بتشتغل على هذا الملف بالكامل، انه في الاخر ما يبقاش ليك حق وتسيبه. مش هتسيب حقك، مش هتفرط فيه، وزي ما قال دكتور ايهاب دلوقتي هتروح حتى لو ما انصفك الاتحاد، انصفك الفيفا هتروح لي المحكمه الرياضيه الدوليه، هتوصل لاعلى مستوى كمان. ما ينفعش ان انت تسكت على هذا بغض النظر ايه النتيجه، بس ايه لك حقوق اشتغل عليها، ليك ما اشتغل على ده ما تسيبش حقك. في الاخر انت توضح قدام الناس انه اللي حصل في السنغال فوز او صعود يعني بدون لعب كورة او روح رياضية، فلازم يبقى هذا الكلام واضح، يبقى فيه وصمة، وصمة عار، زي ما محمد مرسي عيسى العياط عنده وصمة عار. امبارح التسريب هو وصمة عار لمحمد مرسي وجماعة الاخوان الارهابية، وينهي اي شيء يتعلق بهذه الجماعه. كلام مرسي امبارح، فهو الموضوع بقى كده، انك تروح فين؟ لا انا بخلي الراي العام كله يبقى شيء، وزي ما احنا بنتكلم واتكلمنا امبارح وايه الحكايه، ومرسي لما قال لك يا انا ابقى رئيس يا نولع في البلد، يا انا ترجعوا المحكمه الدستوريه العليا يا اما يرجعك المحكمه الدستوريه. وفي كده وفي كده في العالم ده، لسه ما بقاش رئيس ولسه ما يتمش اعلان النتيجه وبيهدد ويتوعد ويلغي قرارات محكمه. عشان كده لما عمل اعلان دستوري اللي بقى يعني الحاكم بامر الله، يعني كل حاجه لا محاكم لها احكام تنفذ ومفيش حد اي قرار يطلعه ما حدش ليه سلطه عليه، اخذ سلطات يعني الالهيه محمد مرسي العياط، ولا دستوريه ليها علاقه بيه ولا اداريه عليا ليها علاقه بيه ولا حد ليه علاقه بيه، ويرجع مجلس الشعب ويرجع مجلس النواب ويعين اللي هو عايزه وقراراته نافذه واجبه النفاذ بدون ما حد يقف قدامي. استغفر الله العظيم، ده ما حصلتش في اي مكان، يعمل كل قراراته ما حدش يقف قدامه ولا حد يواجهه ولا حد يتصدى له، يعيد المحاكمات كل المحاكمات، يعني قضاء طلع بما فيه محكمه النقد
احكام باتة، تأييد براءات باتة، قال لك لا كل ده يتلغي، نعيد محاكمات عشان هو اللي قاتل. والله ما حد قتل في الشعب المصري الا الاخوان، اقسم بالله ما في حد قتل الشعب المصري الا جماعة الاخوان الارهابية وعناصرها بالكامل، ومعاهم اللي ساعدوهم اجنحة الارهابية بتاعتهم، دول اللي قتلوا الشعب المصري. والاخوان لان هم اللي عملوا، قال لك هنولع يبقى ولع، يعني التجربة عنده، سلاح، ما السلاح كل يوم بتصده في الاختيار، السلاح اللي جاي والسفينة اللي جاية محملة بالأسلحة، ما هو السلاح اللي عمل قبل كده هو اللي بيعمل النهاردة، مش حد تاني. طب هو ايه اللي حصل دلوقتي؟ هو احنا كنا بنواجه مين؟ الجيش والشرطة بيواجهوا مين؟ بيواجهوا الاخوان، بيواجهوا حد تاني، بيواجهوا مؤيدي الاخوان، بس مين الاصل؟ الاخوان. ومين اللي كان بيعمل تفجيرات واغتيالات وارهاب؟ هو حد تاني؟ حد يعرف الحكايه دي في مصر؟ يعني في ناس يعرفوا يعملوا الحكايه دي؟ اروح افجر واعمل عمليات انتحاريه وقت، حد يعرف غيرهم؟ مفيش حد يعرف غيرهم. جاي النهارده يقول لك ايه؟ البرادعي. والبرادعي كان عايز يبقى رئيس حكومه. ده مرسي اللي بيقول، جاسوس محمد مرسي العياط مع القاتل خيرت الشاطر. فبيتكلموا. قال له يا اخي البرادعي وجع دماغي. البرادعي عمال يكلمني في اليوم مرتين ثلاثه عايز يبقى رئيس حكومه. الله، هيموت. هيموت هيموت على يبقى رئيس وزراء البرادعي. قال لك ما كنتش فاكر الحكايه دي يا عم خلاص. الله، هي رئاسه؟ ده مرسي عمال يتكلم ويقول لك هي رئاسه الوزراء مهمه؟ الراجل مش عارف اي حاجه مهمه، او مش هو مش عارف، بيتساءل. طبعا هنا بيكذبوا، وبقول لكم الاكاذيب بتاعتهم كالعاده. الكاذبون دول كلامهم اللي مع بعض على البرادعي، وانت بتسمع الفيديو ده، الفيديو اللي احنا بنتكلم على من اول يوم، بنتكلم على توثيق حقيقي ومعلومات حقيقيه وفيديوهات حقيقيه بالصوت والصوره، فبنتكلم على ايه؟ توثيق للتاريخ لمن يريد ان يعرف البلد دي كانت بتحصل فيها ايه؟ واللي كنت بتسمعه كمعلومات او بتسمعه كاخبار بقى النهارده قدامك صوت وصوره. فتبقى اللي انت من بدري عمال تسمع الاخوان عملوا، الاخوان كانوا هيولعوا، والناس يقول لك معقوله الاخوان كانوا هيولعوا؟ طب اديك سمعت مرسي امبارح، ما حدش تاني، ده محمد مرسي بنفسه. هنولع في البلد وهنحرق البلد. طب تسمع مرسي النهارده وقبلها بتسمع ابو الفتوح بيقول ايه والشاطر بيقول ايه والتهديدات ولسه اللي جاي. يعني النهارده من 9 وبكره يبقى 10 رمضان ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. وتسمع بعد كده ايام الجايه كلها، كل يوم تلاقي فيديوهات زي ما حضرتك بتشوف كده، تاكيد لحقائق عشان الراي العام يبقى عارف. عايز اقول لكم الفيديو بتاع مرسي امبارح، الاعلام الدولي كله، مش الامريكاني ولا الاوروبي، لا خالص، الاعلام امبارح الفيديو الاكثر متابعه ومشاهده تهديدات الجاسوس محمد مرسي العياط، كله كان بيشتغل على الفيديو ده امبارح. ده اللي قدام حضراتكم في كل حته كانوا بيشتغلوا عليه، ومرسي يهدد، ومرسي عمل، ومرسي تحرك، ومرسي التهديد والوعيد قبل ان يكون رئيسا بيهدد كده. طب بعد ما بقى رئيس بقى ايه؟ بعد ما بقى رئيس ادي كنتوا شفتوا بنفسكم عملوا ايه في البلد وجرى ايه في البلد. تعالوا نشوف بس مرسي هو بيتكلم على محمد البرادعي والاخوان عندما يتحدثوا عن البرادعي. بس عشان الاخوان بينسوا، بينسوا عملوا ايه للبرادعي. اسمعوا الاول جاسوس محمد مرسي عيسى العياط، محمد مرسي عيسى العياط، وهو بيتكلم على البرادعي وبيتكلم على الاخوان وعلاقتهم بالبرادعي، عمل ايه معاه وعمل ايه مع البرادعي. محمد مرسي بيتكلم في حضور خيرت الشاطر، و عايز اقول لكم سر عن محمد مرسي. انتوا عارفين زمايله في المدرسه كانوا مسمينه ايه؟ بلاميطه. ما
بكلمكم بجد، والله بكلمكم بجد، بقول لكم معلومه يعني، ما مهم تعرفوا معلومات كمان. كان هو في المدرسه، محمد مرسي زمايله بيسموه محمد بلاميطه، اسالوا عليه في الشرقيه، اهالي الشرقيه وزمايل مرسي وليه اصدقاء بالمناسبه هناك، فطبعا ايه يحبوا حاجات كده، كل فتره كده الاقي حد منهم بيتكلم معانا، بيتكلم معايا يعني. فامبارح كده لقيت بيقول لي انت عارف كنا بنقول عليه ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي محمد بلاميطه. قال بلاميطه معروفه كلها في الشرقيه، اما تقول بلاميطه يبقى بنتكلم على محمد مرسي. اسمع محمد ست مشير طنطا الله يرحمه، ما قالوش رئيس ولا دكتور، قال له يا محمد بيه، يا محمد بيه اسمع محمد بلاميطه هو بيتكلم على البرادعي، ماذا قال عن البرادعي؟ نشوف. طيب اللي الاخوان نسيوه او تناسوه او مش عايزين يتكلموا عنه موجود بالصوت والصوره ومسجل بالصوت والصوره. البرادعي عندما قرر ان ينزل مصر في 2010، في مارس 2010، تاني بقول لكم الشهر والسنه، مارس 2010، مين راح قابل المطار البرادعي؟ مين راح ساب البرادعي في المطار؟ 3000 واحد، 98 و99 وثلاث تسعات اخوان من شباب الاخوان، ومعاهم بتوع 6 ابريل خونه، ومعاهم الشراكين ثوريين خونه. يطلع واحد من الاخوان، ما هي الفيديوهات موجوده، ما احنا كنا شغالين وقاعدين وبنشوف وبنكتب ونتكلم كل يوم على الحكايه دي. 3000 واحد راحوا قبل البرادعي في المطار، وقت قال لك الحق البرادعي جاي وهيعمل حاجات كده. فالاخوان عملوا ايه؟ عملوا الحكايه دي. وصل برادعي بيته اللي هنا جنبنا في ناحيه الهرم، وعملوا، والبرادعي كان اتكلم على الجمعيه الوطنيه للتغيير. الاسم ده نسيتوه الاسم ده؟ ما يتنسيش. الجمعيه الوطنيه للتغيير. ايه الجمعيه الوطنيه للتغيير؟ فيها اخوان اساسي الجماعه، فيها حزب الوسط الاخواني تنظيم موجود، فيها ايمن نور وجميل اسماعيل وعصام سلطان طبعا وسعد الكتتني طبعا، ده مش اخوان سعد الكتتني مش كده، والعريان طبعا مش اخوان، وعصام سلطان مش اخوان، وابو العلا ما كان يقعد معاهم مش اخوان، وغيره، وعلاء الاسواني طبعا طبعا الاسواني، وحسن نفعه، وادي الكتاتنا اهو، وادي الاسواني، وادي نفعه، والدكتور يحيى الجمل، وجورج اسحاق، وعبد القدوس ملوش علاقه طبعا بالاخوان عبد القدوس، والبرادعي زي ما حضراتكم شايفين كده، دول في كانوا من حول البرادعي الجمعيه الوطنيه للتغيير. هدف البرادعي عمل ايه البرادعي؟ الاخوان نسقوا مع البرادعي، انا بقول لك بس عشان تعرف الاخوان لما يقول لك البرادعي واحنا ما كناش اصلا ايه؟ ده بيقول لك دلوقتي الشاطر ومرسي. كانوا واخدين البرادعي سلم. هم اللي قالوا كده بالمناسبه. بس انا بذكرك عشان تعرف. فقالوا للبرادعي اول ما وصل وقعد، وعايز اقول لكم في قنوات فتحت برامجها للبرادعي، يعني خدوه من اول ما قبل ما يوصل وبعد ما وصل ولقاءات ودعم، والبرادعي ده هو كل حاجه، وقدموه للشعب المصري على انه ده اللي هيعمل وده اللي هيغير البلد وده الحكايه وده الايقونه، خدوا بقى من هنا لحد بكره، يعني كل اللي انتوا عايزينه. اصلنا ناس بتنسى، وانا ما احبكش تنسى، احب اذكرك باللي بيحاولوا ينسهولك، بس انا احب افكرك كل شويه بالموضوع، وده دوري ومسؤوليتي، فعشان نبقى احنا في اطار الاختيار والوعي وكل حاجه تبقى واضحه بشكل بنوثق، ما لازم كل حاجه تتوثق.
فيعملوا له لقاءات وبرامج وينزل برادعي ميدان الحسين ويعملوا له مره راح البلد ووقتها قال لك انا اول مره ادخل بلد مش عارف من كذا، ومره فاكر لما راح المقطم وضرب عليه بالاحذيه ناس ضربته بالاحذيه وكده يعني. ادي اهو ادي يا سلام ايه المشهد اللي يعني كاننا مثلا ده جاهز فورا يعني ولا كنا، برافو عليكم. فادي البرادعي يوم ما اتضرب بالاحذيه، ودي كانت علامه من الشعب المصري، علامه احنا مش عايزينك حتى لو معاك الاخوان. ادي الشعب المصري ضرب البرادعي وطردوه، كان في المقطم. ما هو الباشا بدا يعمل جولات ومعاه قنوات معينه موجودين معاه طول الوقت وينسق معاهم ويرتب معاهم وغيره وحاجات كده. فخد العلقه المتينه البرادعي زي ما انتم بتشوفوا كده، مع علقه متينه بجد، هتعمل ايه قدام الشعب؟ الحق اجري، الله اجري يا برادعي اجري. ادي البرادعي. فالاخوان قالوا البرادعي ايه؟ نجمع مليون توقيع او توكيل، مليون. ده كان فكره الاخوان اللي بيقول لك الشاطر ومرسي دلوقتي احنا ما كناش هنعمل، لا ده انت اللي عملت وانت اللي صنعت وانت اللي جبت وانت اللي نسقت وانت اللي اديت البرادعي وجمعت له مليون صوت. المليون صوت اكتر من 80% منهم من الاخوان. بقول لكم ارقام من الكلام ده احنا كاتبينه واشتغلنا عليه، يعني مش بقول لك حاجات يعني في وقتها، يعني اكلمك على 2010 12 سنه. ليه بتكلم على البرادعي النهارده؟ عشان لما يجي مرسي يقول لك كان هيموت على رئيس الوزراء، ده انتوا كنتوا عايزين تجيبوا رئيس جمهوريه مش رئيس وزراء. انتوا اشتغلتوا على انه البرادعي رئيسا الاثنين اللي قاعدين دول، بس وقتها الشاطر كان في السجن، بس كان بي 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 يعني بيبقوا زياراته وبتاعه وعياله لما بيروحوا يقابلوه بيقول لهم كلمتين عشان يقول للجماعه يعملوا ايه. يعني مش لازم يطلع ورقه، يقعد مع اولاده، والكلام ده بالمناسبه بيبقى يعني حاجات بتبقى مرصوده ومتبعه يعني. فكان موجود الاخوان هم في البدايه رقم واحد مع محمد البرادعي، ان البرادعي يكون رئيس مصر. ده كان الخطه. دي كانت الخطه الواضحة، والدعم اللي خده البرادعي باعتبار البرادعي واسم واسم دولي والتنسيق ما بين البرادعي، وكان بالمناسبة محمود الخضير موجود معاهم، وكان الواد عبد الرحمن بن يوسف القرضاوي أيضا موجود معاهم. يعني بفتكر أسماء وأنا بتكلم في الملف ده عشان المواطن اللي 12 سنة اللي هو امبارح جايز يكون نسي امبارح، طب 12 سنة يفتكر. أنا لازم أقول لك حصل إيه لما يبقى عندك أحداث شائكة كده، اشمعنى البرادعي النهارده الاخوان بيتكلموا عليه كده؟ طب هما، فلازم تبقى عارف الخلفية الأصلية، مش كلام مرسي. كلام مرسي ده انه مرسي بيتكلم على البرادعي انه الاخوان ما كانوش عايزين برادعي، إذا الاخوان جابوا البرادعي وقعدوا معاه وكانوا عايزين يبقى رئيس مصر، مش رئيس حكومة. ولكن أيضا في إطار ما جرى بعد ذلك. وطبعا انتوا عارفين قصة تاريخية، ويوم 3/7 والبرادعي وهو موجود نائب رئيس جمهورية، واللي بقول لكم ده لما طلع اتكلم في عمل حوار مش فاكر واشنطن بوست يمكن، واتكلم فيها على اللي حصل في مصر في ذلك الوقت والثورة وغيره وغيره وغيره، ويومها انا على الهوا مسكت الحوار ده قطعته وانا بشرح في البرادعي، وهو كان موجود في الرئاسة وهو كان نائب رئيس. مسكت كده بعد ما اديته الكلام، وكانت نهايه البرادعي، كانت نهايته بعد كده انه خلاص اتكشف البرادعي حقيقته ايه، وكان موجود هنا ايه، بيكلم فلان، بيكلم واحده كانت بتيجي مصر كل شويه، كاترين اشتون تقريبا، كل حاجات كتيره. مش عايزين ارجع لكم بس حاجات اكتر من كده، ولكن الاخوان لما يقولوا البرادعي ما كناش عايزين، الاخوان كالعاده بيكذبوا. ابدا عمر الاخوان ما كانوا صادقين في اي شيء. طب وانت في 2010 كنت بتتعامل معاه ازاي وجاي النهارده وانت في 2012 بتقول البرادعي عايز يبقى وعايز يبقى رئيس وزراء وهيموت عليها؟ ايه هيموت وانت لما نسقت معاه خدت البرادعي سلم وهم كانوا كده؟ الاخوان قالوا كده وقتها ان احنا نبقى مع البرادعي. عايز اقول لحضراتكم كان عصام سلطان الاخواني ده مزروع موجود معاهم في الجمعيه الوطنيه للتغيير. عصام سلطان ده كان يسجل، وانا على فكره قلت الكلام ده، قلته في 2013، كان يسجل الاجتماعات
يخلص اجتماع، يخرج من بره بيت البلد على الفيلا بتاعته، الناحية التانية يقابل ضابط مباحث أمن الدولة اللي مشغل عصام سلطان. بقول لكم معلومة مهمة وحقيقية ودقيقة، والضابط اللي مشغل عصام سلطان حي يرزق، ربنا يديله الصحة. فعصام يخلص يعني هو قاعد، هو عضو في الجمعية بس كمان مفيش حاجة تبقى غايبة عن البلد أبدا، وعمرها ما كانت غايبة عن البلد. كل الاجتماعات بقول لحضرتك يخلص، ما دي بلد، وانت بلد هتسيب كل واحد يقعد يدمر في البلد هنا ولا يعمل ايه؟ لازم تبقى عارف وتبقى شايف. الله، ما اللي انت ده ايه؟ ده اللي انت بتشوفه ده ايه؟ ما هو البلد صحية واجهزتها يقظة وكل شيء يبقى تحت سمع وبصر وشايف، وتبقى شايف. تاني بقول وتبقى شايف، واعرض في الوقت اللي انا عايزه، ويتم رفع السرية عن اي شيء انت عايزه في مصلحة البلد، زي ما بيحصل ده، ده رفع سرية عن الفيديوهات ديت، الفيديوهات دي سرية، بس يتم رفع السرية عنها في هذا التوقيت، مهم جدا عشان الرأي العام يبقى عارف، الرأي العام يعرف حقيقة هذه الجماعة وحقيقة من حكموا مصر بالزور والبهتان، جماعة إرهابية خاينة. والله عصابة، خالد شاطر ده زعيم عصابة، مش لا، زعيم عصابة جماعة الإخوان. خالد شاطر المجرم اللي قدامك ده، لما تيجي تتكلم على الشاطر وتتكلم على مرسي وتتكلم على مجموعة، عمره ما كان فيهم واحد له ولاء للدولة المصرية ولا للشعب المصري، ولاهم بس احنا عارفينه كلنا، الجماعة فقط لا غير. لا أنسى أبدا لما طلع مهدي عاكف وشتم مصر وقال لك طز في مصر واللي في مصر واللي جابوا مصر، قالها كده بالظبط مهدي عاكف في 2007. لا يمكن، السيد قطب مش قال حفنا من التراب وحاجة مش كده وغيره؟ فهو لا يعترف أبدا بالوطن ولا بالوطنية، لأنه كان كلام عاكف زي اللي قدامك ده، بس كان تسجيل صوتي لما شتم مصر وغيره وغيره، كلهم بيشتموا مصر، حد شيء يحب البلد، مش علاقة بالدولة ولا خلي بالك من الكلام ده، يكرهوا حاجة إن أنت تبقى كويس، يكرهوا حد حتى أحسن، مش عايزين حد يبقى أحسن منهم. شفت النهاردة محمد مرسي بيعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه ينضم للجماعة؟ شفتوا رئيس جمهورية، استغفر الله العظيم، شفتوا الكلام ده؟ ما هو الكلام ده حقيقي يا جماعة، الكلام ده في المسلسل كلام حقيقي، حوار دار بين مرسي والرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس قال له أنا مش إخوان ومش هكون إخوان ولا سلفي، أنا عاوز أكون أبقى مسلم وبس، بس لا هكون كده ولا كده. طبعا مرسي ما هو إيه، قعدنا فتعالى نتكلم ايه رأيك، وعايزين نتقارب، بيجند وزير الدفاع، شفتوا جنون اكتر من كده؟ جنون، والله جنون. ما زي ما بقول لحضرتك كده، ايه مرسي لو في المكانة دي بالنسبة له مصر ولا الجماعة؟ يعني المشهد اللي قدامك ده هسمحهولك، هل هنا بيدور على مصلحة مصر العليا ولا مصلحة الجماعة؟ هنا بيدور على مصلحة الجماعة فقط لا غير، مفيش حاجة بالنسبة له مصر. لو كان بيدور على مصلحة مصر ما كانش عرض العرض، ما كانش اتكلم على الجماعة، بس الرئيس رد عليه قال له ايه؟ مصر، وقال له ان رئيس الجمهورية او وزير الدفاع لازم يكون وطني وبس، ملهوش توجهات. يعني الرئيس كمان بيرد عليه برد ايه؟ بمنتهى الاحترام وايضا الادب، وايضا انه بيقول له يعني ما يعني ايه ده؟ رئيس جمهوريه ووزير دفاع ما يبقاش ليه توجهات، توجهاته فقط لا غير
هو يكون شخص وطني فقط، مش تبع جماعة ولا تبع حد، تبع مصر، بيشتغل لصالح الدولة والوطن، بيشتغلش لصالح جماعة. فالرئيس قال له كده. اسمعوا بس الحكاية عشان حضراتكم تعرفوا احنا كنا في مصيبة ولا لأ. كل يوم بتكتشفوا الحكاية دي، المشهد الحقيقي، الحوار الحقيقي اللي دار ما بين مرسي والسيد رئيس الجمهورية، الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في ذلك الوقت. اسمعوا مرسي كان عايز يعمل ايه. نفسي اعرف الفنان صبري فواز عملها ازاي، نفسي، ولازم احييه. هو بالضبط محمد مرسي، ومحمد مرسي رد فعله، هو رد فعل محمد مرسي او محمد بلاميطة، هو محمد بلاميطة، هو عمل الحكايه دي ازاي ورد الفعل ازاي. ما ينفعش يا فندم لا وزير دفاع ولا رئيس جمهوريه ولا اي مسؤول يكون له توجهات بتاعته وتوجهات وطنيه وبس. لا اخوان ولا اخوان، ولا هكون سلفي، مسلم وبس. حد يتكلم مع وزير دفاع يضمه للاخوان؟ يا نهار ابيض، ده احنا كنا في ايه؟ تعالوا نشوف رأي الناس في مسلسل الاختيار الرائع، واللي عامل رد فعل قوي جدا جدا جوه مصر وبره مصر. ما في حلقة الا ورد فعلها عالي فوق خيال اي حد. ودايما زي ما بقول كده، هدفك النهاردة، وزي ما بقول الاخوان لازم يبقوا طوال شهر رمضان ده، هم عايزين رمضان يخلص دلوقتي، مش عايزين حتى 30 يوم عشان المسلسل يخلص. ما نعمل منه جزء خامس ولا ايه، ولا رابع ولا حاجه، ولا مش عارف بقى ايه الحكايه. طيب نشوف الناس، ثم فاصل وعود لحضراتكم. الاختيار 3 مش مجرد مسلسل، ده توثيق تام وكامل وبالحقائق والأدلة لفترة كانت حساسة جدا، وفترة من أهم فترات تاريخ مصر الحديث. تعالوا مع بعض نشوف رأي الناس في مسلسل الاختيار، خصوصا ان موجود في المسلسل تسجيلات بالصوت والصورة كان لازم كتير من المصريين يشوفوها عشان يعرفوا حقائق كتير. والله يا فندم الطبيعة بالظبط، الأحداث الطبيعية اللي حصلت قدامنا بنشوفها فيه، والممثلين فعلا بتحس انهم حقيقيين مش بيمثلوا يعني. أهم حاجة أو أكتر حاجة لفتت نظرك إيه في المسلسل أو عملت لك مفاجأة؟ السيسي كأنه هو. التسجيلات اللي ظهرت في الآخر عملت لك أي نوع من أنواع المفاجأة أو أضافت لك شيء ما كنتش تعرفه؟ لا والله، هو كله كان طبيعي يا فندم، كله كان مضاف، وكله الأخرانية خالص دي لا طبعا كناش نعرفها طبعا دي يا فندم، بنعرف حقيقتهم على اصلها. مسلسل جميل، بيحكي حقيقه حصلت وملفات كتيره قوي في البلد محدش كان عارفها، ودور الشرطه والجيش في البلد، والناس كلها عرفت الاخوان على حقيقتها. حاجه مبهره بصراحه يعني اللي هو بيعمله. الاحداث احنا كده عشنا الاحداث، بس هو احمد السقا وحاجه ممتعه يعني. مسلسل جميل جدا من اول جزء لغايه الجزء اللي شغال حاليا يعني. اداء الشخصيات اللي فيه يعني ممثلين الشخصيات صح. هو مسلسل جميل جدا وفي احداث برضو حلوه يعني بتشد المشاهد اكتر، ويعتبر ده واخد نسبه مشاهده عاليه جدا. وضحت لنا الوضع كان ماشي ازاي، وان احنا كان بيتنصب علينا من ظهرنا وكده، وبيت لنا يعني كل حاجه يعني. الجزء ده وضح حاجات كتير ما كانتش باينه لناس كتير، وناس كتير ما كانتش كمان مصدقاها، والحمد لله يعني هو وضح حاجات لناس فعلا غابت عنها الحقيقه دي. اختار 3، انا بصراحه كمحمد معجب بالمسلسل جدا، لانه بيشرح الوضع اللي مرت بيه البلد، كان وضع صعب جدا وفترات صعبه، بنشوف بعض الاحداث متصوره التصوير الحقيقي بتاعها، بنستعيد الذكريات بتاعتها مره تانية، بتاثر فينا، ولكن لما تيجي تبص الوضع اللي احنا فيه حاليا فبنحمد ربنا على التغير الكبير اللي حصل. عجبني كويس، بس اكتر حاجه عجباني فيه ياسر جلال، هو اللي عجبني اكتر بعيدا عن اي حاجه بقى وعن تفاصيل المسلسل كلها. هو بيحكي الواقع بتاع البلد اللي كان في نفس الثوره وفي نفس الوقت، بيدينا ان كان الجيش هو اللي حامل الدوله،
ويعني انقذونا زي ما بيقولوا من الواقع. والله هو بيجسد الواقع اللي حصل اللي احنا عشناه، يعني حاجه احنا مش جديده علينا ولا حاجه بتتحكي، حاجه احنا كده شفناها. يعني احنا كنا بنتكلم، كل الكلام كان داير ان حاجات حصلت بس احنا ما شفناهاش، لكن التسريبات لما بتيجي في الاخر لا احنا بنحس الموضوع حقيقي فعلا، يعني الموضوع كده حقيقي. الانتخابات الفرنسية بدأت الجولة الأولى النهاردة، رئيس الفرنسي ماكرون انتهت ولايته والمرشحة مارين لوبين. مارين الاثنين بيخوضوا الانتخابات الإعادة أو المرحلة الثانية اللي هم خدوا أعلى التصويت النهاردة في الجولة الأولى، كان تقريبا حوالي عدد مرشحين وحصل ماكرون على 28% من عدد الأصوات في الجولة الأولى، وحلت مارين لوبين مرشحة حزب التجمع الوطني في المرتبة الثانية بنسبة 23% من عدد الأصوات، وبالتالي جولة الثانية هتكون يوم 24 إبريل اللي هيكون بناء عليها رئيس فرنسا. طبعا كل استطاعات الرأي النهاردة بعد التصويت في الجولة الأولى بتتكلم على ماكرون هو الرئيس القادم بنسبة تزيد ما بين 53 إلى 56% من أصوات اللي هيطلب أصواتهم يوم 24. دي استطاعات الرأي النهاردة. في كلام آخر بيتكلم أنه ربما مارين لوبين تفجر مفاجأة، وبالتالي انتخابات الفرنسية في يعني قريبة جدا التفوق. محدش يقدر النهاردة، حتى الرئيس ماكرون اتكلم النهاردة في حملته الانتخابية النهاردة، قال ما فيش حاجة حصل في الانتخابات، قال انه يعني ما فيش حاجة حسمناها، في قدامنا اسبوعين مهمين وبالتالي الاسبوعين اللي جايين هيكون بالنسبة لنا مهمين وبالنسبة لفرنسا وبالنسبة للأوروبا. ده خطاب ماكرون النهاردة قدام الناخبين وقدام حملته، وقال الحسم هيكون يوم 24 إبريل، وقال إن احنا علينا نتكاتف، وقال الأمور لازم أصواتنا ونبذل كل الجهد عشان إقناع الصوت الواحد. ماكرون النهاردة بيتكلم الحرص على الصوت الواحد لضمان فوزه بولاية تانية لمدة 5 سنوات. المشهد اللي قدامنا بيتكرر للمرة التانية على التوالي، 2017 أيضا كان ماكرون في مواجهة مارين لوبين وفاز ماكرون بهذه الانتخابات. النهاردة نفس المشهد، ولكن هناك تغيرات كثيرة حصلت. حتى النهاردة الناخبين اللي راحوا انتخابات حوالي 65%، ودي نسبة قليلة عن انتخابات 17 بحوالي 4% أقل عن 2017. مارين لوبين بتتكلم على خطاب يميني شديد متطرف، يعني هي بتتكلم على استقلال فرنسا، قالت ان انا خلال لو فزت بالرئاسه هيكون في استقلال تام لفرنسا 5 سنوات اللي جايه، وانه هتعيد ترتيب اولويات فرنسا خلال ال5 سنوات اللي جايه. طبعا في احزاب اخرى كانت اليمين وكانوا بياخدوا انتخابات، 4-5 احزاب قرروا النهارده انهم اصواتهم دعوا الناخبينهم واعضائهم انهم يطلب اصواتهم في الجولة الثانية للرئيس ماكرون مش مارين لوبين. وبالتالي لوبين ربما الأيام الجاية هتقول موقفها ايه بالضبط. هي طبعا النهاردة حشد كبير من أنصارها، والاثنين زي ما احنا بنشوف كده أنصار الاثنين طبعا حشود، وبالتالي هتافات انهم الاثنين بيخوضا جولة الإعادة اللي هتكون يوم 24 إبريل، واللي وقتها هنعرف من هو رئيس فرنسا. هل تكون مارين لوبين والأول مرة تكون رئيسة لفرنسا، ولا يعيد الرئيس ماكرون المرحلة الثانية أو الجولة الثانية أو المدة الثانية لولاية الرئيس ماكرون، وبالتالي يحقق 10 سنوات في قصر الإليزيه. معركة ليست سهلة. الرئيس ماكرون طبعا الفترة الماضية ربما تأخره عن إجراء جولات انتخابية لنتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وكان منشغل بيها جدا. وبالمناسبة ناس من اللي انتخبوا ماكرون النهاردة هم بيتكلموا على أنه جزء من أصواتهم راحت له نتيجة لدوره الكبير جدا في عملية الترتيب والتنسيق في الأزمة الأوكرانية الروسية، وأيضا اتخاذ قرارات معينة في صالح
الشعب الفرنسي، ولكن مارين لوبين يعني قالت انه الشعب الفرنسي دفع ثمن ما يجري في هذه الحرب، وقالت وهي مهتمة جدا بالوضع الداخلي، يعني اهتمامها الخارجي مش اولوية بالنسبة لها. مارين لوبين خطابها خطاب شعبوي، خطاب الزيت، السكر، احتياجات الناس، اكل الناس، الوضع الصحي، وقالت هتغير النظام الصحي عشان الشعب يستفيد، المرتبات، الاجور، الضرائب، يعني خطابها خطاب شعبوي، وخطاب ده اللي يحبه الشعب المواطن الفرنسي. عشان كده بقول لحضرتك خدت نسبة النهاردة متفوقة عن انتخابات الماضية، ولكن ايه اللي هيحصل خلال الكام يوم اللي جايين في هذه الانتخابات؟ مين اللي هيكون ليه كلمة الحسم؟ طبعا هي قريبة جدا من بوتين، جدا قريبة من بوتين. الامريكان امبارح كان عندهم حالة قلق، قالوا اذا فازت هيبقى عندنا مشكلة، هيبقى في مشكلة في الاتحاد الاوروبي، هيكون في مشكلة في حلف الناتو، هيبقى في مشكلة في الاولويات، هيكون في مشكلة ما بيننا وبين فرنسا. امريكا امبارح كانوا بيتكلموا بهذه الطريقة، انه عندهم مخاوف اذا فازت مارين لوبين هيبقى في مشكلة، يعني هيحدث، هيكون في تحديات تواجه العالم في السنوات الخمس القادمة. ولكن حتى الآن استطاعات الرأي بتتكلم على ماكرون هيحقق الفوز للمرة الثانية وخمس سنوات جديدة له في قصر الإليزيه اعتبارا من 24 القادم. طبقا استطاعات الرأي بتتكلم أكثر من 53% هينتخبوا ماكرون يوم 24 إبريل الحالي. فاصل أخير وعود لحضراتكم. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، اشوفكم بكره ان شاء الله، تصبحوا على خير.